انا سمعت صوت زقزقه يا جماعه، باين كده ان الفخ مسك واحد. هو في يا جماعه دقنوش هناك، ادي تاني دقنوش مسكناه النهارده. النهارده احنا هنصطاد اشهر طائر مهاجر بيجي في مصر شهر 8 وشهر 9. احنا في الفيديو اللي فات اصطادنا عصفور الخضيري، ولكن كانت اعداد العصافير او كل الطيور المهاجره كانت لسه صغيره، لان لسه في البدايه، احنا لسه كنا في شهر 8. دلوقتي احنا في نص 9 والعصافير كترت، وبدل ما هنصطاد الخضيري هنصطاد الدقنوش او طائر السرد. بدل كمان ما هنصطاد العصافير بالمخيط، هنصطاد العصافير بالفخ اللي في ايدي ده، وده عن طريق ان احنا هنجيب حشره اسمها الحفار، هنربطها الفخ هنا، وفي الاخر فخ يقفل عليها. وقفل على صباعي. الصيد بالمخيط في الفيديو اللي فات كان عن طريق ان العصفور بيجي على جهاز احنا شغالينه على صوت العصفور، يجي على الصوت ده، وفي الاخر بدل ما يقف على الغصن نكون احنا مبدلين الغصن ده بعود مخيط، وفي الاخر يلزق عليه. بس الصيد بالفخ شكله مختلف تماما. واول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا هندور على حشرات الحفار اللي هتكون طعم للدقنوش. لو انتم مركزين يا جماعه، مش عارف هتلاحظوه ولا لا، بس في دقنوش واقف على النخله هناك اهو، هحاول اقرب عليه. صعب انكم تشوفوه عشان هو صغير جدا. في الفيديو دوت انا معايا احمد، هو اللي صور معايا الفيديو اللي فات، هو اساسا من سكان المنطقه هنا، وهو اللي هيدلنا على مكان حشرات الحفار، وهو ساعدني جدا في الفيديو اللي فات، وهو برضو زينا غاوي حيوانات وغاوي حياه بريه. المكان اللي هو فيه تربه طينيه ده اللي هنصطاد منه حشره الحفار، لانها اساسا بتعيش في الاماكن الرطبه تحت التربه هنا. ده العنكبوت اللي لقيناه لحد دلوقت، وكان فيه عنكبوت كمان زي ما انتوا شايفين معاها كيس البيت بتاعها. اللي في ايدي هو اول حفار مسكناه، هو بس عايز يهرب. مش بقول لكم اهو يا جماعه، كان هيهرب مني. شو بيحفر ازاي، شوفوا كده هيطلع من ايدي ازاي. هحفر دلوقتي. ده يا جماعة هيكون الطعم بتاعنا النهاردة. وفي هناك لو تاخدوا بالكم يعني، ده اللي بيعمل الصوت ده، رفراف أبيض الصدر. في دانوش هناك اهو يا جماعة، هو مش باين قوي، هو سنة نقطة رمادي كده واقف على السعف بتاع النخيل. احمد دلوقتي هيورينا ربطة الخيط وازاي يعني ننصب الفخ بالحفار. اول حاجة ربطة الخيط، العصفور بقى والدقنوش اول ما يشوف الحفار ده هيتجنن عليه وينزل في الفخ. وده يا جماعه بقى الشكل النهائي خالص للمصيده، او كيفيه نصب الفخ في الاخر. راقبوا كده اللي هيحصل دلوقت، ده اللي هيحصل لما الدقنوش يسحب الحفار. لو ركزتوا المكان ده مليان دقنيش، في دقنوش هناك اهو، واقف على البوصة، في دقنوش لسه حاطط هناك، هو دلوقتي واقف على الأرض. فهنحاول، سامعين الصوت ده؟ صوت دقنيش.
اه يا جماعة بيهز ديله. انا سمعت صوت زقزقه يا جماعه، باين كده ان الفخ مسك واحد. اوبا الحمد لله، حفال لسه سليم. ادي اول دقنوش يا جماعه، ده اللي كان عمال بيحوم حوالينا من ساعتها. هو منقار الصرد عامة مؤلم، لأن هو زي ما انتوا عارفين بياكل إبراص وسحالي وحشرات وكمان ممكن عقارب وعصافير صغيرة، فعشان فريسه دي هو محتاج فك جامد. احنا يا جماعة غيرنا المكان لمكان تاني عشان في واحد اهو برضه فارش قريب من هنا، بس ده بيشتغل بالمخيط مش بالفخ، عشان هو برضه بيشتغل هنا عشان في عصافير ودقانيش ياما حوالينا، فاحنا هننصب الفخ هنا تاني. احمد بينصب الفخ هناك، اه رايح له. مسك كده الصورة، تعالى المصيدة كانت قافلة عليه جامد. هات كده على الحفار، الحفار سليمة. ادي تاني دقنوش مسكناه النهارده، برضو انثى. مش عارف، انا نفسي امسك ذكر عشان بيكون ملون اكتر وشكله جميل، مع انهم كلهم هيتاكلوا في الاخر يعني. فيلا بينا نكمل عشان نصطاد كميه ناكلها النهارده. في يا جماعه دقنوش هناك واقف هناك على الشجره، ممكن ما يبانش عشان بس صوته عالي. ودي الدقنيش اللي معانا مصدعانا من ساعتها. هل مصيده مسكته؟ تعالوا كده معايا. مسك بسرعه، موت البتاع. هو لسه بيحرك، لسه بيحركهم، بس يعتبر شبه ميت خلاص. زي ما انتوا شايفين يا جماعه، هو الدقنوش مفرهد من الحر، وعشان كمان المصيده دي تمسك على رقبته جامد، يا دوبك اصلا ممكن تخنقه. بس اللي بيصطاد الفخ اي حاجه تمسك بيروح دباحها على طول، عشان هي اصلا بتبقى بتتالم، ده اصلا لو ما ماتتش منك يعني. هتشوفوا دلوقت احنا هنعمل ايه بالدقنيش اللي احنا مسكناه. وده كده يا جماعه نهايه الدقنيش اللي اصطادناها.